تلوين كتابة القرآن بالأحمر والأخضر والأصفر كثير من الفقهاء من لم يجد ذلك. نعم. الآن في مصاحف طبعت في تركيا، نعم، لفظ الجلالة تكتب بالأحمر. هذه يعني طريقة يعني من البسخ بمكان، تفنن لا داعي إليه ولا موجب له، لا يعين على يعني تحسين القراءة، ولا يعين على ضبطها، ولا علاقة له بالتفريق بين حروف معجمة وحروف مهملة، ولا علاقة له بالإعراب بشكل من الأشكال. كل ما هنالك يعني خطر في بال أناس أن يفرقوا بين ألفاظ الجلالة وغيرها، فيكتب لفظ الجلالة بلون آخر. طيب لماذا؟ هذا التفنن لا موجب له، وأنا مع الفقهاء الذين قالوا بمنعه. نعم. وهذا باب إذا فتح لا حد له. يأتي أيضا من يقول كل آيات القرآن التي فيها صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى أو فيها أسماء من أسمائه الحسنى، أيضا نكتب الأسماء الحسنى بلون آخر غير اللون الأصلي الذي كتب به القرآن. رأي يدخل هذا أيضا، وهنالك آراء كثيرة كلها يمكن أن تسري إلى القرآن ويصبح القرآن ألعوبة بأيدي الناسخين وأيدي المتفكرين والمتفننين وما إلى ذلك، والقرآن ينبغي أن نسمو به عن هذا. نعم. هل هذا ينطبق أيضا على الفن الجديد الذي نعم فعله قام به من رأى أن هنالك طريقة تغني عن تلقي قواعد التجويد، يعني بحيث أن الإنسان وهو يقرأ القرآن يستطيع أن يعلم أنها هنا إضغاما وها هنا إظهارا وها هنا إخفاء وها هنا مد واجب وها هنا مد جائز؟ يعني هل هذا جائز أم غير جائز؟ أنا لا أفتي في هذا، لكن أحيلكم إلى ما قاله الفقهاء، لكنني أقول لكم شيئا لا خلاف فيه أبدا. قواعد التجويد لا يمكن فهمها عن طريق الرموز المكتوبة، عن طريق الألوان في القرآن مستحيل، وإنما يتلقاها القرآن قواعد التجويد سماعا. لو لم أسمع ممن تلقيت القرآن منه الإدغام كيف يكون؟ ما أعرف معنى الإدغام. ولو لم أتلقى منه الإخفاء كيف يكون؟ ما أعرف معنى الإخفاء والفرق بينه وبين الإدغام. ولو لم أتلقى ممن لقنني القرآن الإظهار كيف يكون الإظهار في سمعي؟ لما استطعت أن أنطقه بفمي. نعم. كذلكم المدود كذا. نعم. فإذا ما يتعلق بقواعد التجويد إنما تتلقى هذه القواعد سماعا تماما. وأنا أحب أن أوضح لكم أن أصول التجويد أصولها من الضرورات الواجبة، وبعد فالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. نعم. طيب هذا جزء من التلقي، يعني عندما كان الصحابة يتلقون القرآن من فم رسول الله يتلقونه كلمات مخارج ويتلقونه أيضا أحكام تجويد. نعم. والمخارج جزء من أحكام التجويد.